إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستأنف مع بعض قراية كلام سيدنا أحمد عليه السلام اللي كتبه للرد على الزعيم المصري مصطفى كامل باشا لما اعترض على ان سيدنا احمد ترك الاخذ بالاسباب وامتنع عن التطعيم ضد وباء الطاعون. فقال ان الاسباب والاخذ بالاسباب ممكن يكون مدخل للشرك، وبين ان الله امره بترك الاسباب لتتجلى قدرة الله تعالى ويظهر آية تأييد لعبده الامام المهدي. وان الله تعالى اظهر على ايديه اكتر من 100,000 آية، وأكد سيدنا أحمد على أنه يقينا من عند الله تعالى، وشرح بإسهاب صفات الله جل جلاله وأنه على كل شيء قدير. وبعدين حدد سيدنا أحمد وعرف مين اللي ممكن ينجو رغم ترك التطعيم، وشرح أن الكذاب لا يمكن يتجرأ على أنه يفتري على الله في ظروف انتشار وباء الطاعون اللي بيموت منه الناس بالألاف والملايين. وبعدين شرح ان الوباء اللي حل بالناس كان لتنبيه الظالمين، فقال: ولما اصروا على الانكار اقبلت على المنكرين وقلت عندي شهادات من الله، فهل انتم من المتقبلين؟ فجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، فيا اسف على القوم الظالمين. هنالك تمنيت لو كان وباء ينبه المعتدين، وأوحي إلي أن الطاعون نازل وقد دعته أعمال الفاسقين، فوالله ما مضى إلا قليل من الزمان حتى عاث الطاعون في هذه البلدان، فعزوه إلى سوء أعمالي، وقالوا إنا تطيرنا بك وضحكوا على أقوالي، وقالوا إنا من المحفوظين، لا يمسنا هذا اللظى، ولا يموت أحد من علمائنا بالطاعون، فإنا نحن الصالحون وأهل التقى، وأما أنت فستطعن وتموت فإنك كيذبان. فقلت: كذبتم، بل لنا من الطاعون أمان، ولا تخوفوني من هذه النيران، فإن النار غلامنا بل غلام الغلمان. أبين حضرته أن الطاعون لا يهلك إلا الأعداء، فقال: فما لبثوا إلا قليلاً حتى زاروا المنون، ومات بعض أجل علمائهم من الطاعون، وكنت أخبرت بهذا قبل موت ذلك المطعون، فإن شئت فانظر أبياتا من قصيدة الإعجازية التي كتبناها في هذه الصفحة على الحاشية. وفي الحاشية كتب الأبيات اللي نقلها من كتاب إعجاز أحمدي، فقال: إذا ما غضبنا غاضب الله صائلا على معتد يؤذي وبالسوء يجهر، ويأتي زمان كاسر كل ظالم، وهل يهلكن اليوم إلا المدمر. وإني لشر الناس إن لم يكن لهم جزاء إهانتهم صغار يصغر، قضى الله أن الطعن بالطعن بيننا، فذلك طاعون أتاهم ليبصروا. وبعدين بيكمل كلامه ويقول: وما نظمت تلك القصيدة إلا لهذا الحزب الذي خذلهم الله بتلك الآية، وما خطبت إلا إياهم إتماما للحجة، بل سميت بعضهم في تلك القصيدة لئلا يكون أمري غمة على أهل البصيرة والنصفة. فوالله ما مضى شهر كامل على هذه الأنباء المشاعة حتى أخذ الطاعون كبيرهم الذي أغرى علي أشرار البلدة، وكانوا آذوني من كل نهج وبالغوا في الإهانة،
وأشاعوا أوراقا مملوة من السب والفحشاء والبهتان والفرية، ومع ذلك طلب مني ألدهم قبل هذه الواقعة آية كنت وعدتها للفئة المنكرة، وأشاع ذلك في جريدة هندية يسمى بالفيسة، وما طلب مني تلك الآية إلا بالسخرية، فأراه الله ما طلب وكان غافلا من الأقدار السماوية. كذلك يتجالد الله قوما يعادون أهل الحضرة، وإن في ذلك لعبرة لأهل السعادة. وما كان لبشر أن يفر من الله، فمن حارب أولياءه فقد ألقى نفسه إلى التهلكة، ومن تاب بعد ذلك فيتوب الله عليهم، فإنه كريم واسع الرحمة. وإن لم يكفوا ألسنتهم ولم يمتنعوا ولم يزدجروا ويعودوا ويسبوا ويعتدوا، فيعود الله إليهم ببلية هي أكبر من السابقة، وإنه ينزل البلايا بالتوالي ولا يبالي. فتوبوا إليه يا ذوي الفطنة، وما يفعل الله بعذابكم إن تركتم سبل الفحش والمعصية، والله غفور رحيم. وبعدين يستطرد سيدنا أحمد عليه السلام بشرح ما ظهر بعد كده من الآيات والمعجزات والتأييدات، فيقول: ثم بعد هذا عم الطاعون طوائف هذه البلاد، ووقع الناس صرعى كالجراد، وافترسهم هذا المرض كالأسد الغضبان، أو كذئب عائث في قطيع الضان. وكم من دار خربت وصال الفناء على أهلها، والأرض زلزلت وصبت الآفة على وعرها وسهلها، وما ترك هذا الداء مقاما بل جاب الأقطار، وتقص الديار، ووطأ البدو والحضر، وأدرك كل من حضر، وما غادر أهل حلل ولا أطمار، ودخل كل دار إلا الذي عصم من رب غفار. وكذلك حضر أفواج منهم مأدبة الطاعون، ورجعوا بمائدة من المنون، وجاءوا كأضياف دار هذا الوباء، فقدمت إليهم كأس الفناء. بعدين بيشرح حضرته أن الطاعون هو دابة الأرض. عارفين الآية بتاع دابة الأرض؟ هي دي بقى دابة الأرض. فبيقول: فالحاصل أن الطاعون قد لازم هذه الديار ملازمة الغريم، أو الكلب لأصحاب الرقيم، وما أظن أن يعدم قبل سنين، وقد قيل عمر هذه الآفة إلى 70، وإنها هي النار التي جاء ذكرها في قول خاتم النبيين وفي القرآن المجيد من رب العالمين، وإنها خرجت من المشرق كما روي عن خير المرسلين، وستحيط بكل معمورة من الأرضين، وكذلك جاء في كتب الأولين، فانتظر حتى يأتيك اليقين، فلا تسأل عن أمرها فإنه عسير، وغضب الرب كبير، وفي كل طرف صراخ وزفير، وليس هو مرض بل سعير، وتلك هي دابة الأرض التي تكلم الناس فهم يجرحون. معنى التكليم هنا هو التجريح، ومش معناه المخاطبة، لأن الطاعون لا يصيب الإنسان إلا بعد ما يلدغه برغوت بيحمل جرثومة المرض، ولدغة البرغوت دي هي الجرح أو الكلم التي اللي بيكلم أو يكلم بها الناس. فيعني الدابة اللي هي البرغوت بتكلم الناس، يعني بتجرح الناس، كناية عن وباء الطاعون وطريقة انتشار وباء الطاعون. واشتد تكليمها فيغتال الناس ويقعصون بما كانوا بآيات الله لا يؤمنون، كما قال الله عز وجل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. فكذلك تشاهدون، وذلك بأن الناس كانوا لا يتقون، وكانوا يشيعون الفسق في أرض الله ولا يخافون، ويزدادون إثما وفحشاء ولا ينتهون. وإذا قيل اسمعوا ما أنزل الله لكم فكانوا على أعقابهم ينكصون، فأخذهم الله بعقابه هذا لعلهم يرجعون. وترى قلوب أكثر الناس تمايلت على الدنيا
فهم عليها عاكفون، وتموجت جذبات نفوسهم وانفجرت منها عيون. وإذا قيل لهم لا تعصوا أمر ربكم وأطيعوا مع الذين أطاعون وقد أرداكم الطاعون، قالوا ما أنت إلا دجال، ولم يحيطوا بأمري علما ولم يصبروا كالذين يتفكرون. وقد رأوا آيات السماء وآيات الأرض ثم لا يتقون، بل هم قوم يجترئون. وقد بلغ الزمان إلى منتهاه وتبين أكثر ما كانوا ينتظرون، ثم لا ينظرون. بعدين بيأكد حضرته بقى إن الله تعالى لا يؤيد الدجالين، فبيقول وما كان جوابهم إلا أن يقولوا إنه دجال من الدجالين، وما تذكروا من درج من المفترين. أوضع لهم قبول في الأرض أو أرى الله لهم من الآي الموعودة للعالمين؟ ومن أراق كأس الكرى ونصنص ركاب السرى ونظر إلى زمن مضى فلا يخفى عليه مآل المتقولين. أتعلمون رجلا ورد حمى الحضرة كالسارقين، ودخل حرم الله كاللصوص الخائنين، ثم كانت عاقبة أمره كالصادقين. أتحسبون الافتراء كأرض دمثها كثير من الخطى واهتدت إليها أبابيل من القطى؟ كلا، بل هو سم زعاف من أكله فقعص من غير مكث وفنى. وكيف يستوي رجل خاف مقام ربه فعلم من لدنه وأعطي آيات كبرى ونورا وصلاحا ونهى وأرسل إلى خلق الله ليهديهم إلى سبل الهدى، ورجل آخر يمشي كلصوص في الليل ومال عن الحق كل الميل وسر إجاسا خوف الله واستشعاره وتسربل لباس الافتراء وشعاره وقصر همه على الدنيا التي يجتنيها ولا يقصد الآخرة ولا يجتليها. كلا لا يستويان، وللصادقين قد كتب الفرقان، وعد من الله الرحمن في كتابه القرآن، فلا حاجة لأعدائي إلى أن يشرعوا رماحهم أو يتقلدوا سلاحهم أو يكفروا أو يفسقوا، فإن هذه كلها من قبيل الفحشاء، وإن الموت منقض على كل رأس من السماء، فلما لا يختارون سبيل الأتقياء، وما في أيديهم إلا الظن، وقد أهلك اليهود ظنونهم من قبل هؤلاء. وبعدين بيشرح سيدنا أحمد عليه السلام أن للصادق والكاذب علامات، فيقول أتنكرونني بمثل هذه الروايات؟ كلا، بل تعرفون الصادق والكاذب بالعلامات، وكل شجر يعرف بالثمرات. أرأيت سارقا وافى باب الإمارة وسرق مالا بأعين النظارة، ثم ما أخذ بعد هذه الغارة؟ فكيف لا يؤخذ من يغير دين الله ويقوض مبانيه ويحرف بحسب هواه معانيه ليبرأ المسلمون من الحق ويلحقوا بمن يناويه ويطمر كالبق؟ أتظن هذا الأمر من الممكنات؟ كلا، بل هو من المحالات. ولو كان الله لا يغضب على المفترين لضاع الدين، ولم يبق دليل على صدق الصادقين، وارتفع الأمان واشتبه أمر الدين. ولله غيرة كالبحار الزاخرة والجبال الشامخة، أمواجها ملتطمة وأفواجها مزدحمة، فيسل سيفه على المتقولين لئلا يتكدر بهم عين المرسلين في أعين الجاهلين. وكل ذلك كتبت في الكتب، فرد العدا رد الغضب، فأغلقت دونهم الأبواب، وما كلمت أحدا إلا الذي أناب، وكانت أنفاسي متصاعدة لهجوم الحزن، وعبراتي متحدرة تحدر القطرات من المزن. وبعدين بيبين عليه السلام أنه تلقى وعدا من الله تعالى بأن يحفظه من الطاعون، فبيقول ثم تسعر الطاعون ولا كأوائل الزمان،
وكان يأكل قرى وأمصارا كالنيران. هنالك أوحي إلي مرة أخرى وقيل إن الأمان للذي سكن دارك ولازم التقوى. وأما ألفاظ الوحي فهي قوله تعالى إني أحافظ كل من في الدار إلا الذين علوا من استكبار، وقال إني مع الرسول أقوم وألوم من يلوم أفطر وأصوم، وقال لولا الإكرام لهلك المقام. وكان هذا في أيام إذ الصخور من الطاعون تتواقع وبلاياها إلى الخلق تتتابع. وبشرني ربي بأن هذه العصمة آية لك من الآيات ليجعل فرقانا بينك وبين أهل المعادات. وبالمناسبة بعض المعارضين اللي ما بيفهموش الفرق بين الكلام الحرفي والكلام اللي فيه استعارة اعترضوا على الوحي اللي بيقول افطر واصوم، وقالوا ان اله مرزا غلام احمد بياكل ويشرب ويصوم ويفطر، وكلامهم ده طبعا بيدل على الجهل باللغة العربية وغباء في الفهم. وسيدنا احمد شرح بنفسه الوحي ده وقال ومن البديهي، وعلى فكرة شرحه يعني في نفس السياق، انما هم ياخدوا بس كلمة من السياق ويخدعوا بها العامة من الناس اللي ما بيعرفوش واللي للأسف بيثقوا فيهم وفاكرين انهم علماء بحق وحقيقي. ومن البديهي ان الله سبحانه وتعالى منزه عن الصوم والإفطار، وهذه الكلمات لم تنسب إليه حرفيا على ظاهرها بل استعملت على سبيل الاستعارة، ومقصدها أن الله هو القهار والجبار، وأنه أحيانا ينزل قهره على الناس وأحيانا يمهلهم إمهالا للتوبة يعني. ومثل هذه الكلمات وردت في الحديث القدسي أيضا، والحديث القدسي المقصود هو الحديث اللي بيقول عبدي مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني. على فكرة الكلمات اللي أنا قلتها دي من كتاب حقيقة الوحي مش من السياق زي ما أنا قلت. الحديث القدسي المقصود هو الحديث اللي بيقول عبدي مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني. والكلمات دي مستخدمة على سبيل الاستعارة، واللي يقول ان اله محمد صلى الله عليه وسلم بيمرض وياكل ويشرب بناء الحديث ده يبقى جاهل باللغة وغبي في الفهم، تمام زي اللي بيقولوا ان اله مرزا غلام احمد بيفطر ويصوم بالمعنى الحرفي، لان الله تعالى لا يفطر ولا بيصوم طبعا، ولكن دي استعارة زي ما نقول مثلا ان النار تأكل الكافرين فما بتاكلهمش بالمعنى الحرفي ولكن يصيبهم عذاب النار في جهنم. وعلى هذا يبقى معنى وحي سيدنا احمد افطر واصوم انه سبحانه يصيب بعقابه الكافرين فكأنه يفطر بهم، واحيانا يؤخر وقوع عقابه فكأنه يصوم عنهم. وفي الامثلة الشائعة القول المعروف افطر به قبل ان يتغدى به، انا هفطر به قبل ما يتغدى به، يعني اعاجله باتخاذ الاجراء الحاسم ضده قبل ما يتخذه هو ضدي. المهم كان من نتيجة نزول الآيات من السماء ان الناس توافدوا على الامام المهدي عليه السلام ودخلوا في دين الله افواجا حتى بلغ عددهم الى 100,000 او يزيدون، بعد ما كان عددهم في اول الامر يقرب من 40. فكتب سيدنا احمد فصلا عن التعليم للجماعة علشان تستفيد به جموع الوافدين الجدد، فكتب يقول لا يدخل في جماعتنا إلا الذي دخل في دين الإسلام واتبع كتاب الله وسنن سيدنا خير الأنام وآمن بالله ورسوله الكريم الرحيم وبالحشر والنشر والجنة والجحيم، ويعد ويقر بأنه لن يبتغي دينا غير دين الإسلام ويموت على هذا الدين دين الفطرة متمسكا بكتاب الله العلام، ويعمل بكل ما ثبت من السنة والقرآن وإجماع الصحابة الكرام، ومن ترك هذه الثلاثة فقد ترك نفسه في النار وكان مآله التباب والتبار.
فاعلموا أيها الإخوان، اعلموا أيها الإخوان أن الإيمان لا يتحقق إلا بالعمل الصالح والاتقاء. يا إخوان يا مسلمين اسمعوا كويس، الإيمان إيه؟ لا يتحقق إلا بالعمل الصالح والاتقاء، مش بالوصول لكراسي الحكم واكتساح الانتخابات. فمن ترك العمل متعمدا متكبرا فلا إيمان له عند حضرة الكبرياء. فاتقوا الله أيها الإخوان وابدلوا إلى الصالحات واجتنبوا السيئات قبل الممات، ولا تغرنكم نظرة الدنيا وخضرتها وبريق هذه الدار وزينتها، فإنها سراب ومآلها تباب وحلاوتها مرارة وربحها خسارة، وإن نورها ظلمات ونجدتها ظلامات، فلا تميل إليها كل الميل فإنها تغرق سابحها ولا كالسيل، ولا تقصدوها قصد مشيح فارغ من الدين فارغ من الدين، ولا تجعلوها إلا كخادم في سبل الملة لا كالخدين، ولا تطمعوا كل الطمع في أن تكونوا أغنى الناس رحيب الباع خصيب الرباع، ولا تنسوا حظكم من دينكم فلا تعطون ذرة من ذلك الشعاع، وإن الدنيا أكلت آباءكم وآباء آبائكم فكيف تترككم وأزواجكم وأبناءكم، ولا تتخذوا أحدا عدوا من حقد أنفسكم كالسفهاء، وطهروا نفوسكم من الضغن والشحناء، ولا تنكثوا العهود بعد ميثاقها، ولا تكونوا عبيد أنفسكم بعد استرقاقها، وكونوا من عباد الله الذين إذا حالفوا فما خالفوا، وإذا وافقوا فما نافقوا، وإذا أحبوا فما سبوا، ولا تتبعوا الشيطان الرجيم، ولا تعصوا ربكم الكريم وإن متم بالعذاب الأليم. كونوا لله أطوع من الأضلال وأصفى من الزلال، وتواصوا بالأفعال لا بالأقوال، وتحاموا اللسان وطهروا الجنان، وإذا تنازعتم فردوه إلى الإمام، وإذا قضى قضيتكم فارضوا بها واقطعوا الخصام، وإن لم ترضوا فأنتم تؤمنون بالألسن لا بالجنان، فاخشوا أن تحبط أعمالكم بما أصررتم على العصيان. تيقظوا أن لا تضلوا بعد أن جاءكم الهدى، وكونوا لربكم وآثروا الدين على الدنيا، ولا تكونوا كالذين لا يخافون الله ويخافون عباده، ويتبعون أهواءهم وينسون مراده، يبتغون عند أبناء الدنيا عزة وما هي إلا ذلة. أنتم شهداء الله فلا تكتموا الشهادة، وأخبروا عباده أن النار موقدة فاتقوها، والديار موبوءة فاجتنبوها، وإن الدنيا شاجنة وأسودها مفترسة، فلا تجولوا في شجونها، وامنعوا نفوسكم من جرأتها ومجونها، وزكوها وبيضوها كاللجين، ولا تتركوها حتى تصير نقية من الدرن والشين، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ولا تتكوا على البيعة من غير التطهر والتزكية، ولستم إلا كهاجن من غير عدة الفطرة، ولا تطلبوا عين المعرفة من الذين لم يعطوا عين البصيرة، واعتلقوا باعتلاق الزهرة بالشجرة لتصلوا من مرتبة النور إلى مرتبة الثمرة. اتقوا الله يا ذوي الحصاة، ولا تكونوا كمن لوى عنانه إلى الشهوات، ولا تنسوا عظمة رب يرى تقلبكم في جميع الحالات، وإن الله لا يحب إلا قلوبا صافية ونفوسا مطهرة وهمما مجدة مشيحة. اتبعوا النور ولا تؤثروا السرى، وانظروا إلى وجه الله ولا تنظروا إلى الورى، اشكروا حكام الأرض ولا تنسوا حاكمكم الذي في السماء، ولن ينفعكم ولن يضركم أحد إلا الذي أراد ربكم، فلا تبعدوا من ربكم يا ذوي الدهاء. ترون كيف توضع في الخلق السيوف ويتتابع الحتوف، الحتوف جمع حتف يعني الموت،
وترون صول القدر وتباب الزمر، فعليكم أن تأووا إلى ركن شديد وهو الله القوي ذو العرش المجيد. كونوا لله وادخلوا في الأمان، ولا عاصم اليوم من دونه يا فتيان. ولا تخدعوا أنفسكم بالحيل الأرضية، والأمر كله بيد الله يا ذوي الفطنة. ولا تتركوا بونا بينكم وبين الحضرة، يكن بون منه وتهلكوا بالذلة. اقطعوا رجاءكم من غير الرحمن، يرحمكم ويخلق لكم من عنده ما ينجي من النيران. أرى في السماء غضبا، فاتقوا يا عباد الله غضب الرب، وابتغوا فضل من في السماء، ولا تخلدوا إلى الأرض كالضب. بالغوا في الطلب وألحوا في الأرب، لتنجوا من الكرب. ترون في هذا الزمان قومين، قوما فرطوا وقوما أفرطوا مع العينين، وخلطوا الحق بخلط الصدق والمين. أما الذين فرطوا فهم أناس لا يؤمنون بالمعجزات، ولا يؤمنون بالوحي الذي ينزل بزي الكلام اللذيذ من رب السماوات، ولا يؤمنون بالحشر والنشر ويوم القيامة، ولا يؤمنون بالملائكة. ونحتوا من عندهم قانون القدرة وصحيفة الفطرة، وليس عندهم من الإسلام إلا اسمه، ولا نراهم إلا كالدهرية والطبيعية. وأما الذين أفرطوا فهم قوم آمنوا بالحق وغير الحق، وجاوزوا طريق الاعتدال، حتى إنهم أقعدوا ابن مريم على السماء الثانية بجسمه العنصري من غير سلطان من الله ذي الجلال، واتبعوا الظنون، وليس عندهم علم، وإنهم إلا في الضلال. فهذان حزبان خرج كلاهما من العدل والحزم والاحتياط، وأخذ أحدهما طريق التفريط والآخر طريق الإفراط. ثم جاء الله بنا فهدانا الطريق الوسط الذي هو أبعد من سبل الخناس، فنحن أمة وسط أخرجت للناس، والزمان يتكلم بحاله أن هذا هو المذهب الذي جاء وقت إقباله. وترون بأعينكم كيف جذبنا الزمان، وكيف فتحنا القلوب، ولا سيف ولا سنان. أهذه من قوى الإنسان؟ بل جذبة من السماء، فينجذب كل من له العينان. يمسي أحد منكرا ويصبح وهو من أهل الإيمان. أهذه من قوى الإنسان؟ شهد القمران بالكسوف في رمضان. أهذه من قوى الإنسان؟ وكنت وحيدا فقيل سيجمع عليك فوج من الأعوان، فكان كما قال الرحمن. أهذه من قوى الإنسان؟ وسعى العدا كل السعي ليجيحوني من البنيان، فعلونا وزدنا ورجعوا بالخيبة والخسران. أهذه من قوى الإنسان؟ ومكر العدا كل مكر لأحبس أو أقتل ويخلو لهم الميدان، فما كان مآل أمرهم إلا الخزلان والحرمان. أهذه من قوى الإنسان؟ ونصرني ربي في كل موطن وأخزى أهل العدوان. أهذه من قوى الإنسان؟ وبشرني ربي بالامتنان وقال يأتيك من كل فج عميق، وأنا إذ ذاك غريب في زوايا الخمول والكتمان، فوضع لي القبول بعد طويل من الزمان، وآتاني الأموال والتحائف من الديار البعيدة وشاسعة البلدان، فملئت داري منها كثمار كثيرة على أغصان البستان، ووالله لا أستطيع أن أحصيها ولا يطيق وزنها ميزان البيان، وتمت كلمة ربي صدقا وحقا، ويعرف هذا النبأ ألوف من الرجال والنساء والصبيان. أهذه من قوى الإنسان؟ وخاطبني ربي وقال يأتون من كل فج عميق، فلا تصعر لخلق الله ولا تسأم من كثرة اللقيان، وأنا إذ ذاك كنت كسقط لا يذكر ولا يعرف، وكشيء لا يعبأ به في الإخوان. فأتى علي زمان بعد ذلك أن آتاني خلق الله أفواجا وأطاعوني كغلمان، ولولا أمر ربي لسئمت من كثرة اللقيان. أهذه من قوى الإنسان؟ وإنه آتاني كلمات أفصحت من لدنه، فما كان لأحد من العدا
أن يأتي بمثلها وسلب منهم قوة البيان، أهذه من قوى الإنسان؟ ودعيت لأباهل بعض الأعداء، فإذا تعاطينا كأس الدعاء واقتدحنا زناد المباهلة في العراء، ألحق الله بنا بعده عساكر من أهل العقل والعرفان، وفتح علينا أبواب النعماء من الرحمن، وزاد أعزة جماعتنا إلى 100,000، بل صاروا قريبا من ضعفها إلى هذا الأوان، وكانوا إذ ذاك 40 نفرا إذ خرجنا إلى أهل العدوان، ورد الله عدوي المباهل كل يوم إلى الخمول والخذلان، أهذه من قوى الإنسان؟ فالآن يا إخواني الذين تحلوا بالفهم وتخلوا من الوهم، اشكروا المنان، فإنكم وجدتم الحق والعرفان، وتبوأتم مقام الأمان، وكونوا شهداء لي عند أبناء الزمان. ألستم شاهدين على آياتي أم لكم شبهة في الجنان؟ وأي رجل منكم ما رأى آية مني؟ فأجيبوا يا فتيان، وإني أعطيت معارف من ربي، ثم علمتكم وصقلت بكم بها الأذهان، وما كان لكم بحل تلك العقد يدان. ووالله إني امرؤ أنطقني الهدى، ونطق ظهري وحي يوحى، فوجدت الراحة في التعب والجنة في اللظى، فمن آثر الموت فسيحيا، فلا تبيعوا حياتكم بثمن بخس، ولا تنبذوا من الكف خلاصة نض، ولا تكونوا من الذين على الدنيا يتمايلون، ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون. إني اخترت لله موتا فاختاروا له وصبا، وإني قبلت له ذبحا فاقبلوا له نصبا، واعلموا أنكم تفلحون بالصدق والإخلاص والاتقاء، لا الأقوال فقط يا ذوي الدهاء، وأدوا الفرائض لئلا تسألوا، واستقروا الحقائق لئلا تخطئوا، ولا تزدروا لئلا تزدروا، ولا تشددوا لئلا تشددوا، وارحموا يا عباد الله ترحموا، وكونوا أنصار الله وبادروا. دي كانت بعض النصائح اللي وجهها سيدنا أحمد عليه السلام لأفراد جماعته. فهل النصائح دي بتخرج من أفواه الأنبياء والمرسلين، ولا بتخرج من أفواه الكذابين والمفترين؟ سؤال مهم يا حضرات المشاهدين، فهل ألاقي عندكم الجواب الشافي وعلم اليقين؟ وإلى أن نلتقي مرة أخرى في مزيد من الحلقات، لكم مني أفضل الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله والبركات.